مشروع صغير برأس مال بسيط، مشروع منتشر ومع ذلك ناجح. هو ده فيديو النهارده، تابع الفيديو ده لاخر دقيقه عشان تعرف كل حاجه عن المشروع ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه رضا حاتم. لو اول مره تشوفنا قناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك اي استفسار عن مشروع النهارده. بداية كده، اي حد بيطلب مني فكرة مشروع سواء اذا كان المشروع كبير او المشروع صغير، انا بطلع وبعمل فيديو عن المشروع ده وبقول فيه كل المعلومات اللي انا جمعتها عن المشروع ده. سواء المشروع هيجيب مشاهدات او مش هيجيب مشاهدات ده شيء ما يهمنيش، اللي يهمني كم واحد هيستفيد من الفيديو ده. فيديو النهاردة يا جماعة من اخت من المشتركين طلبت مني اتكلم عن مشروع محل البيع فول وطعمية برأس مال بسيط. هنتكلم النهاردة عن كل شيء يختص بالمشروع، بس لازم نعرف حاجة، ان محل بيع فول وطعمية مش زي مطعم فول وطعمية. ده له دراسة جدوى وله كلام تاني، وده له كلام تاني. يعني محل بيع فول وطعمية ده محل مختص ببيع فول وطعمية فقط، اما مطعم فول وطعمية ده مطعم بيبيع سندوتشات، بيبقى فيه عندك فاترين، بيبقى فيه عندك ترابيزات، بيبقى فيه زي نظام سندوتشات جميع الانواع، بطاطس، بتنجانة، جبن، بيض، بيبقى فيه جميع الانواع. ده مطعم فول وطعمية بيبقى له تكاليف تانية. اما اللي طالب مننا النهاردة طالب مننا محل بيع فول وطعمية بتكاليف بسيطة اي حد ممكن يفتحه. اول حاجة عشان تفتح محل لبيع فول وطعمية، اللي انت بتدور على موقع المشروع. موقع المشروع يا جماعة لازم ان يكون في منطقة سكنية، منطقة حيوية، شارع رئيسي، شارع عمومي، ده يفضل. يعني لو لقيت محل موجود في شارع عمومي ده يبقى حاجة جميلة جدا. بعد كده بتشوف المساحة. المشروع اللي معانا النهاردة ممكن تبدأ بمساحة 20 متر، عشان المحل هيبقى محل مختص لبيع فول وطعمية فقط، فمساحة 20 متر هيبقى كويس جدا ان انت تبدأ مشروعك فيه. بعد كده بتشوف ايه؟ بتشوف الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تبدأ تشتغل في المشروع. واول ماكينة معانا النهاردة اللي هي ماكينة طحن الفول او ماكينة عمل الطعمية. ماكينة عمل الطعمية دي يا جماعة دي ماكينة بتحط فيها انت الفول، طبعا الطعمية بتصنع من الفول، بتحط فيها الفول والماكينة بتشتغل اوتوماتيك. الماكينة دي بيبقى سعرها كام؟ سعرها 4500. الماكينة دي اقدر اجيبها منين؟ بتجيبها من الاستاذ محمد عدلي. استاذ محمد عدلي هو مختص بيبيع الماكينات دي، تمام؟ دي اول حاجة هتحتاجها في المشروع. بعد كده هتحتاج ايه؟ هتحتاج قلاية الطعمية. قلاية الطعمية دي اللي هي ايه؟ دي بتبقى عبارة عن فاترينا كده، فاترينا بتحط فيها الطاسة والشعلة دي بتبدأ تقلي فيها الطعمية. طبعا قلاية الطعمية ديت في منها احجام، في منها احجام صغيرة، في احجام كبيرة. الاحجام الصغيرة بتبدأ من 1500 لحد 2000، والاحجام الكبيرة بتبدأ من 4500 لحد 8000. ده حسب الشكل اللي انت عايزه او حسب الشكل اللي بيبقى موجود في دماغك. طبعا قلاية الطعمية دي بتبقى مصنوعة من الاستانلس. الاسعار دي انا جبتها منين؟ جبتها من تجار موجودين على موقع اوليكس. دخلت وكتبت قلاية طعمية، طلع لي التاجر الاول قلاية الطعمية بسعرها من 1500 لحد 2000 جنيه. ده حسب اختيارك وحسب المحل اللي موجود عندك وحسب رأس المال اللي موجود معاك. يبقى قلنا اول حاجة اللي هي ماكينة عمل الطعمية دي سعرها 4500، وبعد كده قلاية الطعمية بتبدأ من 1500، تمام؟ طبعا بعد كده هتحتاج ايه؟ هتحتاج شعلة 3 عين، شعلة 3 عين او موقد شعلة. شعلة ديت عشان بتبدأ تحضر عليها الفول اللي انت هتبدأ تبيعه ان شاء الله. الشعلة ال3 عين دي بيبقى سعرها بيبدأ من كام؟ بيبدأ من 800 جنيه. بعد كده هتحتاج دماسة فول او قدرة فول. دماسة الفول ديت اللي انت بتحط فيها الفول الني وبتبدأ تسوي فيها الفول. طبعا الدماسة ديت لازم ان يكون عندك 3 او 2، ده حسب ضغط الشغل اللي موجود. لو مطعم كبير بتزود عدد الدماسة ديت، لما محل صغير هتحتاج 2 او 3، بيبقى موجود فيها واحدة بتحضر فيها، واحدة شغالة، وفي واحدة بتبقى موجودة معاك على العربية. يعني ممكن تشتغل ب2 او ممكن تشتغل ب3. قدرة الفول ديت او دماسة الفول ديت بيبقى سعرها كام؟ من 500 جنيه ل 700 جنيه. وهقول لك المكان اللي انت هتجيب منه دلوقتي.
بعد كده محتاج ايه؟ بتحتاج اسطوانتين غاز، اسطوانتين غاز كبيره، واحده بتبقى موجوده على قلايه الطعميه، واحده بتبقى موجوده على البوتاجاز او الشعله اللي هي بتحضر الفول. يبقى انبوبه على القلايه وانبوبه على الشعله، دي بالنسبه للانابيب. بعد كده تحتاج الادوات اللي هي العاديه، اللي هي الادوات العمل، زي مثلا الكبشه اللي انت هتعبي بيها الفول، زي المصفى اللي انت هتطلع بيها الطعميه، زي في عندك بعض الحلل والحاجات دي كلها بتحتاجها عشان تبدأ تعبي فيها الطعمية. الحاجات دي بتبقى سهلة، مش بتبقى عائق في المشروع. تمام، في ناس شغالة في المشروع ده بس بدل الطعمية بيبقى لها طريقتين. الطعمية اللي انت ممكن تعمل الطعمية وتقطع الطعمية بايدك زي الطريقة اللي هي العادية التقليدية، اللي انت بتقطع الطعمية بايدك وتحطها في الطاسة. تمام، دي الطريقة العادية. في ناس تانية، في ماكينة تانية طالعة اللي هي الماكينة اللي هي بتقطع الطعمية، كل اللي عليك اللي انت بتحط فيها العجينة وهي بتنزل الطعمية في الطاسة. بس المشكلة في الماكينة ديت اللي هي بتتباع في مصر ب 32,000 جنيه، مع ان الماكينة ديت بتتباع على موقع سوق، على موقع علي بابا ب 800 دولار. يعني الماكينة دي لو انت هتعرف تشتري من على موقع علي بابا هتشتريها ب 800 دولار، انما لو هتحب تشتريها من مصر هتشتريها ب 32,000 جنيه. طب الماكينة دي اقدر اجيبها من مصر منين ب 32,000 جنيه؟ العنوان موجود قدامك على الشاشة دلوقتي. تمام، طبعا جبت الماكينات كلها اللي انا قلت عليها. بعد كده بتجيب التراخيص. التراخيص اللي هي ايه؟ اللي هي اول حاجة، اول تراخيص هيقابلك اللي هو التراخيص الصحي، بعد كده السجل التجاري والبطاقة الضريبية. طب الادوات اللي انت قلت عليها ديت اجيبها منين؟ اللي هي مثلا زي الدماسة والادوات اللي هي الادوات العادية اللي انا هشتغل بيها. طبعا الادوات ديت في ليها كذا مكان. اول مكان، في اول مكان اللي هو اللي انا انصح بيه بامانه اللي هو سوق الجمعه. سوق الجمعه بيبقى فيه تجار هناك بيشتغلوا في حاجه اسمها تجهيزات المطاعم. سوق الجمعه هتلاقي فيه اسعار هناك رخيصه جدا، والحاجه نظيفه، الحاجه مش وحشه، الحاجه بتبقى نظيفه. فسوق الجمعه فيه تجار هناك بيشتغلوا بيبيعوا الحاجات دي، تجهيزات المطاعم دي، لو انت عايز تنزل سوق الجمعه. تاني حاجه ممكن تنزل على العتبه. موجود في العتبه محلات كبيره بتبقى مختصه او شغلها قائم على تجهيزات المطاعم، بيبقى موجود فيها جميع الادوات اللي انت بتحتاجها، حتى اللي هي اسمها قلايه الطعميه بتبقى موجوده في الاماكن دي برضو، دي لو انت عايز تجيبها. بس انا افضل لك قلايه الطعميه اللي انت تجيبها من على موقع اوليكس، بيبقى حاجه بيبقى فيه تجار هم شغالين في الحاجه دي. تمام، بعد كده بتحتاج ايه؟ بتحتاج المواد الخام اللي هو زي الزيت، جراكن الزيت اللي انت تحتاجها اللي هو زيت اولين. وبعد كده هتحتاج الفول البلدي. في حاجه لاحظتها لما بدات ابحث في المشروع ده، ان سر المهنه اللي هم بيشتغلوا بالفول البلدي. في انواع كتير من الفول، في فول مستورد وفي ما اعرفش انواع الفول، بس اللي لاحظته ان هم بيقولوا الفول عشان يبقى كويس معاك والطعميه عشان يبقى طعمها كويس لازم أن تشتغل بالفول البلدي. تمام، بعد كده لو انت هتبيع عيش مع الطعميه، طبعا الزيت بتجيبه منين؟ الزيت بيبقى فيه عربيه بتنزل زيت للمطاعم. العربيه دي بيبقى فيها جراكن زيت كده بتيجي كل يوم الصبح. انت ممكن تتفق مع العربيه دي، طبعا لو انت في اي منطقه شعبيه عارف ان في ناس بتنزل زيت في الاماكن ديت، بتتفق مع العربيه اللي هي تنزل لك زيت زيك زي اي محل. تمام، وبالنسبه للفول بتجيبه من عند اي تاجر جمله بيبيع، بس الفول هتجيبه بالشكاير. وبعد كده العيش بتتفق مع اي مخبز. كل الحكايه اللي عليك اللي هي الماكينات. وصدقوني انا لما بحثت على جوجل واليوتيوب ما لقيتش حد بيتكلم في الماكينات دي، ولا حد بيقول اسعارها، ولا حد بيقول امكانياتها. فانا جمعت لكم الكوكتيل ده كله للي عايز يفتح المشروع ده. وبجد المشروع ده كويس جدا يا جماعه، ومشروع ناجح، واي حد ممكن يشتغل فيه، ورأس ماله بسيط. يعني لو جينا نعمل توتال كده لرأس المال بسيط كده، يعني حاجة تقريبية كده، عندك الماكينة اللي هي العجانة ب 4500 جنيه، وعندك ايه تاني؟ وعندك القلاية، قول يا سيدي 2000 جنيه. مش هنجيب قلاية، القلاية مش هنجيب القلاية اللي هي ب 1500، هنجيب القلاية ب 2000 جنيه. وعندك شعلة ب 800 جنيه، وعندك انبوبة الغاز بيبتدي سعرها من 700 جنيه هنجيب انبوبتين ب 1400. تمام، والادوات اللي هي العادية. مش هنجيب طبعا ماكينة الطعمية اللي هي الاوتوماتيك عشان بتبقى تكلفتها غالية جدا، واحنا قلنا مشروع برأس مال بسيط.
تمام، يبقى عندك 4500 و2006 ونص، وعندك 1400 يعني حوالي 1400 يعني حوالي 8000 جنيه، 8600. ده كل الحكاية، يعني قول 9000 جنيه وتفتح المشروع وتبتدي تشتغل. طبعا هيبقى معاك حوالي 1500 تجيب بيهم مواد خام. ده فكرة المشروع، وده فيديو النهاردة. اتمنى اكون استفدت من الفيديو النهاردة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم في فيديو تاني على قناة رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.